بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 30 من شهر أمشير المبارك. وجود رأس القديس يوحنا المعمدان. في مثل هذا اليوم تم العثور على رأس القديس يوحنا المعمدان في حمص بالشام، وذلك أن القديس يوحنا المعمدان ظهر لأنبا مارتيانوس أسقف حمص في رؤيا وأرشده إلى موضع الرأس فأخذها واحتفل بها بإكرام جزيل. وقصة رحلة رأس يوحنا المعمدان بدأت عندما قطع هيرودس رأسه المقدس بسبب زواجه من هيرودية، ثم أخفى الرأس المقدس في منزله وظلت مجهولة زمانا طويلة حتى أتى رجلان مسيحيان من أهل حمص إلى أورشليم في الصوم الكبير للتبرك من الأماكن المقدسة، وأمسى عليهما الوقت بالقرب من بيت هيرودس فناما، فظهر القديس يوحنا لأحدهما وأعلمه باسمه وعرفه بموضع رأسه وأمره أن يحمله معه إلى منزله. فلما استيقظا من نومهما حفرا في الموضع الذي أخبرهما به القديس، فوجدا الرأس المقدس داخل وعاء فخاري، ولما فتحاه صعدت منه رائحة طيبة، وأخذ الرجل الذي رأى الرؤيا الرأس معه إلى منزله ووضع أمامه قنديلا. وبعد وفاة هذا الرجل انتقل الرأس من مكان إلى آخر داخل مدينة حمص، إلى أن ظهر القديس يوحنا لأنبا مارتيانوس أسقف حمص في أواخر القرن الرابع وأرشده إلى موضع الرأس فأخذها واحتفل بها احتفالا عظيما. بركة القديس يوحنا المعمدان فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم 30 من شهر أمشير المبارك. وجود رأس يوحنا المعمدان. يا زكريا الكاهن، قم وتعال انظر إلى ابنك يوحنا وهو في الحبس من أجل الحق وكلمة الرب، وكان يريد الموت على الصدق أفضل من أن يعيش بحياة رديئة ويوافق الملك في الظلم. إيليا الجديد كقول الرب القديس يوحنا المعمدان الحقيقي، وهو ملاك كالنبوة القائلة هو ذا أنا أرسل ملاكي أمامك، وهو نبي وخادم وعابد، وهو الناسك والشهيد. تلك الملعونة ابنة هيرودية مضت ورقصت أمام الملك، وبهذا أعجبته مع الذين كانوا متكئين معه في العشاء المملوء إثما، فحلف لها المخالف للنواميس أن يعطيها ما تطلبه، فقالت أعطيني رأس يوحنا في طبق لأعطيها لأمي. فحزن الملك من أجل اليمين والمدعوين ولم يردها، ونزع رأس البار وأعطوها للنجسة فأعطتها لأمها. وإذ ملاك نزل من السماء وضرب هيرودس فدود ومات، ونزلت نار من السماء وأحرقت هيرودس وابنة الزانية، لأنه بسبب إفراطهما في المحسوسات والانغماس في الشهوات واللذات الحسية الدنيوية دون ارتواء نزعت رأس النبي يوحنا السابق، وهو ذا تلاميذه حملوا الجسد ووضعوه في قبر وتبعوا الرب. وفي مثل هذا اليوم ظهرت رأسه دفعة ثانية ومجدها المسيح، وصارت مثل نسر طائر تبكت هيرودس وامرأته الفاسقة. السلام ليوحنا بن زكريا من عين كارم اليهودية، السلام للقديس والسابق، السلام للمعمدان والشهيد، السلام لقريب عمانوئيل إلهنا، السلام للنبي والكاهن، السلام للجندي والمبشر، السلام للملاك الذي أتى قدام وجه الرب، السلام للذي سعى بالروح والقوة ليعد طريق الرب ويقوم سبله وطرقه، السلام للذي قال أن الذي يأتي بعدي كان قبلي لأنه أقدم مني. بصلواته يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا.
في مواليد النساء لم يكن من يشبهك يا ابن العجوز العاقر قريبة يسوع، الكاهن ابن الكاهن والمعترف الذي صار كاروزا ومبشرا لجميع الأمم قائلا: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، وأعطي سلطانا أن يصنع قوات عظيمة. مخلصنا يشهد عن يوحنا السابق أنه ليس أحد أرفع منه في مواليد النساء، لأنه هو الذي سبق أن يتقدم بالمجيء قدامه مبشرا لكل أحد لكي يعرفوا خالقهم، صارخا قائلا: إن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني وهو مخلص العالم. ارتفعت جدا أيها السابق المعمدان أفضل من الكوكب المضيء بعظيم ضيائك، إذ لما كنت في بطن أمك وهي حامل بك قدسك ملاك الرب، وقد استحققت أيضا أن تسمع صوت الله الآب قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنت موعد السماوات ببشارة الملاك، زينة البراري بهجة الأردن. أنت هو الديك الذي يصيح وقت إشراق النور. عظيم هو تكريم يوحنا أكثر من جميع القديسين، لأنه شاهد الثالوث القدوس. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.